إذن مشاهدينا تتواصل لقاءات معنا أحد الجماهير الحاضر هنا في هذه المباراة الختامية وأحد المتابعين لكرة القدم في حوارينا الأستاذ عبدو بركاتي داري فريق بلد الوليد. أهلا بك أستاذ عبدو. أهلا حياك الله حيا قناة خالد بازيدان. كابتن عبدو ربما أنت تحضر هذه المباراة الختامية كواحد من المباريات الكبيرة التي تظهر في حواري جدة، ماذا أن تريد أن توجه من رسالة للكابتن سعد بريك في هذا اليوم والحفل الختامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحب أهني أخ سعد حبيبنا، يعني العام الماضي كان لنا شرف المشاركة في البطولة، السنة هذه الظروف ما ساعدتنا، فأهم شيء نجينا حضرنا على الأقل المباراة النهائية، والمباراة زي ما هي كرنفال جميل وتغطية جميلة منكم ومن الحضور والمشاهدين، وأتمنى له أنها تستمر يعني العام 20 وإن شاء الله أعوام كثيرة. إذن كان